السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج قوي جدا خاص بجي اي اس اسمه ارك جي اي اس، وده عبارة عن منصة متكاملة بتنسق وتكامل وتدير البيانات الجغرافية، وبتعمل برضو تحليل مكاني وعرض النتائج على شكل خرائط احترافية. هو من انتاج شركة 3ESRI، وفيها كذا برنامج زي الارك ماب، هو ده البرنامج الاساسي اللي احنا نقدر نغير او نعمل عرض او تحليل البيانات الموجودة فيه. وفي برنامج اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ارك كاتالوج، ده عشان يعرض ويدير ويوثق البيانات المكانيه بتاعت الجغرافيا، وبيستخدم في ان احنا ندور على معلومه او عايزين نعدل معلومه زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. طيب انا ممكن اجي هنا من فايل اقول له كونكت فولدر، وابدا اختار الفولدر اللي فيه المعلومات بتاعتي. هتلاقي رابط اسفل الفيديو لو انت عايز تحمل الملفات اللي ممكن تساعدك في كده. عندي حطه على الدي، حطه على فولدر اسمه هو دوت. هبدأ اختار الملف اللي انا عارف ان فيه المشروع بتاعتي واقول له اوكي، فهو يبدأ يحطهم. طيب انا عايز ابدأ اشوفهم بشكل منظم، فاختار كتالوج 3، هيبدأ يجيبهم لي بالشكل دوت، فيبدأ يجيب لك المعلومات بالشكل دوت. هبدأ اختار مثلا ملف زي دوت، اول ما اخترته بدأ يظهر هنا. تمام، ده الكونتنت بيبدأ يقول لي ايه المعلومات اللي فيه، بقول له طب انا عايز اشوف له بريفيو، فجابهولي على شكل جدول. تمام، ممكن تختار واحد تاني مثلا زي دوت اهوت بريفيو، جابهولي على شكل جيومتري، او ممكن تقول له تيبل، فيبدأ يظهرولك. اي ملف انت بتختاره بيبدأ يعرض لك المعلومات بتاعته بالشكل دوت اهو. ممكن تدخل بقى في الديسكريبشن، هتلاقي المعلومات عن الملف دوت، حاسس لو انت عايز تعرف الملف ده اتعمل ليه والاحداثيات بتاعته كده. ممكن تقول له ايديت، تبدأ تعدل، تضيف صورة، تضيف تاج، تضيف ملخص للموضوع زي ما انت عايز، تغير في الرينج بتاعك، او تقول له انا عايز اعمل امبورت مثلا الحاجة، او تعمل برنت. طيب انت كده شايف المشروع اهوت زي ما احنا شفنا هنا، ده بيظهر لي كتالوج 3 لو هي مش موجودة. في سيرش لو انت عايز تدور على معلومة معينة او مكان معين، سواء كل حاجة او في المابس او الداتا او التولز او الصور، تقدر تدور زي ما انت عايز. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا ارك تول بوكس، فيبدأ يجيب لك الادوات ديت، يظهرها لك بالشكل دوت. هتبدأ تختار الادوات اللي انت محتاجها. تمام، زي مثلا عايز تعمل انسايت 360، عايز تضيف اي حاجة من خلال الادوات اللي موجودة هنا. هنا لو انت عايز تكتب بايثون، هنا لو انت عايز تعمل موديل بيلدر، تقدر تعمل زوم ان واوت، تعمل بان، وتعمل لو انت عامل زوم على جزء معين وتهت وعايز ترجع ليه الصورة الرئيسية. طب لو انا عايز اعرف معلومة عن اي مكان، تقدر تعمل عليه سيلكت اهوت الاي دي بتاعه، فيبدأ يجيب لك المعلومات عن المكان دوت، زي الاسم بتاعه، زي التايب بتاعه، وهكذا. كل المعلومات الخاصة بيه يبدأ يظهره لك. اي مكان انت تختاره هيبدأ يجيبهولك سيلكت، وتقدر تشوف المعلومات اللي انت عايزها مثلا اهوت. تمام، فلسطين. فبيديك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها الخاصة بالجزء اللي انت هتحدده. ممكن تقول له تيبل، وتبدأ تشوف المعلومات كلها اللي انت عايزها، وتقدر تعمل سيرش على الجزء اللي انت عايزه. ومن الحاجات المهمة ان انت تقدر تعمل سيلكت على بعض العناصر، وتاخدها كوبي من مكان لاخر، وتقدر تاخدها كوبي، تقدر تاخدها كات، تقدر تعملها ديليت، تقدر تعملها رينيم، تقدر تعملها كوبي وتروح مكان تاني وتقول له بيست، تقدر تعمل سبورت لكاد، لكفرج، لاي معلومات جغرافيه انت عايز تصدرها بسهوله جدا. هو بيديك الامكانيه لكده البرنامج ده، انك تنظم المعلومات بتاعتك تنقلها من مكان لاخر.